فيها معانا بطل من ابطالنا كتير جدا. الحقيقه النهارده انا سعيد لان معايا في الاستوديو احد ابطال منتخبنا البارالمبي في السباحه، بطله قدرت ان هي تكتب اسمها في التاريخ كاول لاعبه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي تتاهل للاولمبيات البارالمبيه في ريو دي جانيرو، وشاركت فيها رغم صغر سنها، كان وقتها عندها 16 سنه. بطلتنا ايه ايمن بطله السباحه، اكيد في تقارير كتيره جدا عنها وعن انجازاتها. خلونا الاول نرحب بايه، واكيد هنشوف هذا التقرير. ايه بقول لك مشرفاني النهارده في ملاعب الابطال. سيدنا ربنا يخليك، يعني ما شاء الله انجازات كتيره جدا رغم انك لسه صغيره في السن. خلونا الاول نشوف تقرير عن ايه ايمن بطله منتخبنا المصري في السباحه البارالمبيه ونكمل حديثنا مع ايه. تملك عزيمة من الفولاذ، قهرت بها المستحيل وهزمت كل الصعاب، ونجحت في كتابة اسمها بأحرف من نور في سجل إنجازات أبطال الرياضة المصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة. آية أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبية، ولدت في 31 من مايو عام 2000، ووجدت ضالتها في ممارسة رياضة السباحة، وكانت هي بوابتها لتحقيق الذات، فحصلت العديد من البطولات والألقاب وحجزت لنفسها مكانا بين الكبار. حققت آية العديد من البطولات والأرقام المميزة خلال مشاركتها في البطولات المختلفة، أبرزها برونزية سباق 400 متر حرة، وفضية سباق 100 متر صدر، والمركز الرابع في سباق 50 متر حرة، وذلك خلال مشاركتها في منافسات بطولة بريطانيا الدولية العام الماضي. وسجلت آية أيضا 4 أرقام أفريقية جديدة باسمها خلال مشاركتها في بطولة العالم بلندن العام الماضي، ونجحت في التأهل إلى أولمبياد طوكيو في 3 سباقات، وهم 50 و100 و400 متر حرة، وهو إنجاز غير مسبوق ولم يتحقق في تاريخ السباحة المصرية والعربية والإفريقية. إنجازات لاعبة منتخبنا الوطني لا حصر لها، فحصلت على لقب أصغر لاعبة في أولمبياد البرازيل 2016 وكان عمرها لا يتجاوز 16 عاما، وأول لاعبة في مصر والوطن العربي تحصد ميدالية في بطولة عالم، فضلا عن سجل مميز من البطولات والإنجازات. بطلة مصرية قهرت كل الصعاب ونجحت في تحدي المستحيل، وصنعت لنفسها تاريخا سيذكره الجميع لسنوات طويلة، فتحية لها ولكل أبطالنا من أصحاب الهمم والعزيمة القوية. زي ما شاء الله مع حضراتكم تابعتوا في التقرير، يعني انجازات كبيره جدا لبطلتنا ايه ايمن بطله مصر في السباحه البارالمبيه، رغم صغر سنها الا انها فعلا ما شاء الله حققت يعني انجازات كتيره جدا. ايه يعني برحب بيكي مره ثانيه. ميرسي ما شاء الله. الاول ايه رايك في التقرير؟ لا انا اتبسطت بصراحه، وميرسي على التقديمه الحلوه اللي في الاول، وميرسي على التقرير بجد حلو. لا انا سعيد حقيقي ان انت موجوده معايا النهارده. ميرسي ربنا. يعني ان حد يكون عنده تحديات وظروف كتيره جدا، يمكن ده كان عنوان المقدمه في حلقه النهارده لو انت تابعتيها. عايز اعرف امتى قررتي ان انت تواجهي كل التحديات وتدخلي في منافسات السباحه، وليه اخترتي السباحه تحديدا؟ طيب انا اولا بلعب سباحه اصلا من 2006، بلعب سباحه كعلاج مائي في الاول، كنت داخله ان هو علاج مائي، وما كانش فيه اصلا حاجه اسمها سباحه دولي او سباحه بارالمبيه بره مصر او انك تسافر بره مصر، فدي كانت حاجه جديده، وكان المنتخب واقف بقاله من 2000 واقف من 2002 لغايه 2014، فما كانش فيه منتخب، ما كانش فيه سباحه دولي بره. فاحنا انا كنت بنزل من 2006 لغايه 2008 كنت بعمل علاج مائي، كنت نازله طفله صغيره بتلعب بتعبر عن نفسها في الميه، بتصاحب ناس كتير في الميه. بعدين من 2008 لغايه 2014 او تحديدا 2012 كنت ابتديت ان انا انزل بطولات جمهوريه وبطولات قاهره، وان انا احتك بحاجات محلي، فكنت بنزل اجيب اول، وجبت كاس احسن سباحه 5 مرات الحمد لله. وبعدين 2014 في اولها جت تصفيات المنتخب،
كان مفروض ان احنا الناس يعني هتنزل يعملوا تصفيات عشان يختاروا المنتخب اللي هو واقف من 2002. فالحمد لله نزلت تصفيات المنتخب واتخذت في المنتخب 2014، وابتديت بقى من 2014 لغايه دلوقتي بطولات دوليه، وسافرت بطولات دوليه وجبت اكتر من 15 ميداليه دوليه، وبلعب بقى من وقتها بقالي 6 سنين في المنتخب. ما شاء الله. طيب يعني لولا صدفه العلاج المائي كنت ممكن تفكري ان انت تلعبي اي رياضه تانية، ولا كنت خلاص مع الوقت والميه زي ما انت قلتي حسيتي ان انت ممكن تلاقي نفسك في السباحه؟ لا خالص، هي انا كنت عايزه سباحه وميه وبحر، وان انا اقعد في البول بقى براحتي واروح العب مع اصحابي في البول. فلا كان قرار، يعني انا لعبت حاجات تانية بس كان كده، يعني لعبت يعني تنس طاوله كده بس بروح العب مع اصحابي، لكن كتمرين لا ما كانش في دماغي اي حاجه تانية غير. طب مين اللي شاف فيكي ان انت ممكن تكوني فعلا بطله، وان ممكن على الصعيد الدولي تقدري تحققي انجازات؟ يعني ازاي اكتشفوا الموهبه فيكي، ومين اللي نمهالك وشجعك بمعنى صح؟ انا البيت ده اهم حاجه، يعني انا من 2011 وانا قررت احنا هناخد بقى الموضوع جد. كبرت بقى و11 سنه وعارفه بقى انا بعمل ايه. فلا انا مامتي كانت اول حاجه في حياتي، اللي هو انا هفضل ورا بنتي لغايه ما تبقى بطله. وبعدين جت من 2011 بقى ان احنا ابتدينا ننزل بطولات، بقينا ننافس جامد في بطولات الجمهوريه والقاهره. فبعد كده نزلنا التصفيه بتاعه المنتخب ودخلنا المنتخب، سافرنا اول بطوله دوليه 2014 وجبت اول ميداليه ذهبيه نسائيه في تاريخ السباحه البارالمبيه في الوطن العربي. فلا مامتي كانت هي دايما بتديني البوش الاولانيه، وبابايا واخويا، يعني دول اهم حاجه. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. اكيد. طيب قبل ما نروح لحته الانجازات، لان ما شاء الله يعني معايا ورقه كبيره جدا فيها انجازات، يعني ممكن نقعد الحلقه كلها نقولها. عايز اتكلم معاكي الاول عن اولى مشاركاتك في البطولات المحليه، تفتكريها كده وكان احساسك ايه وقتها، وازاي قدرتي وقتها تحققي انجاز يعني في الوقت ده؟ انا كنت صغيره جدا، كنت كل اللي انا فاكراه ان انا كنت خايفه جدا ان انا انزل، وان انا يعني انا كان حلمي ان انا اكمل بقيه ال 50 متر حر. انا كنتش عارفه اكملها ازاي، وكنت حاجه صغيره قوي وقصيره جدا وحاجه غريبه. فالحمد لله، وكان جدي الله يرحمه كان موجود معايا، فكان هو فوق. انا فاكره اليوم ده كويس، ماما كانت بتحكي لي عن جده فوق، كانت بتقول لي انه كان نفسه ينزل يزقك ينزل يزقك. بس الحمد لله كملت السباق يعني. طيب لو هنتكلم محليا، بتعتزي بانهي ميداليه اكتر او سباق معين؟ يعني ما شاء الله شايف ان انت شاركتي في سباقات كتيره، 50 و100 و400، في بطولات كتيره قوي. نتكلم الاول محليا، اكتر لقب او انجاز انت حسيتي ان انت قبلها كان عندك معوقات او صعوبات، او حاسه زي ما انت بتقولي ان انت مش قادره تكملي ال 50 متر؟ اكيد في ميداليه بالنسبه لك مختلفه عن بقيه الميداليات. يعني في المحلي بصراحه، يعني في 2000 ان انا اكمل ال 50 متر ده كان اول بطوله دوليه، اول بطوله محليه ليا، فكانت 2008، فكنت صغيره قوي. ممكن يكون بعد الاولمبياد ريو دي جانيرو، كانت اول بطوله محليه ننزلها، كان لسه بقى في بدايه الموسم، وفي سباقات جديده بجربها. فده لما نزلت جبت الميداليه في السباق، بغض النظر عن الميداليه، انا اكتر حاجه بتهمني في البطولات المحليه الرقم. فانا لما نزلت وكسرت رقمي في سباق انا ما كان لسه جديد، لسه بدخله بقى جديد، فكانت حاجه بالنسبه لي كبيره يعني. طيب على مستوى التدريبات، كنت بتحس ان في اي معوقات او حاجه انت عايزه تتغلبي عليها؟ لان انا ما شاء الله شايف ان انت لسه صغيره، فعندك حته الدراسه بقى، فازاي هتوفقي ما بين الدراسه؟ مش عايزه اقول ان الدراسه احد المعوقات، بس هي اكيد حاجه ان حد يبقى ناجح في كلتا الحاجتين في حياته، الحياه الدراسيه او الحياه الرياضيه، دي حاجه ايجابيه هنتكلم عنها، بس هل في معوقات تانية ولا لا؟ هو اول حاجه ان احنا نلاقي مكان مجهز. فاحنا يعني احنا دلوقتي بنتمرن في استاد القاهره، فدي فكره ان انا الاقي مكان مجهز وان انا اروح وان انا اخلص. وبعدين زمان ما كانش في وعي بالالعاب الفرديه او بالسباحه البارالمبيه زي دلوقتي. يعني زمان ما كانش في ناس بتسافر وبتشارك وبتجيب ميداليات. دلوقتي لما يعني تنزل تشوف البطولات المحليه تلاقي ناس كتير قوي بارالمبيكس بيلعبوا، يعني ذوي احتياجات خاصه كتير بيلعبوا سباحه تلاقيهم موجودين دلوقتي. يعني مقارنه بزمان ما كانش فيه العدد بتاع زمان، لان الناس ما كانتش عارفه. بس لما شافتني بشارك في اولمبيات وثلاث بطولات عالم، فالناس دلوقتي عرفت وناس وشافت ان الدنيا عامله ازاي، او الدنيا واضحه قدامهم. بس فهو فكره انه زمان ما كانش فيه الوعي بتاع دلوقتي، وطبعا الاتاحه في المكان اللي بنتمرن فيه. طيب دلوقتي ما شاء الله رغم صغر سنك، احكي لنا بقى انتقلتي للمشاركه اول مره وانت عندك 16 سنه في ريو،
كان احساسك ايه وقتها وانت داخله مسافره بقى البرازيل وبتلعبي في اولمبيكس؟ والموضوع اكيد كان مختلف تماما، يعني كان احساسك ايه وقتها؟ انا كنت مرعوبه، انا كنت فعلا مرعوبه. اول سباق بنزله يعني، وكمان انا كنت شايله هم السباق الطويل اللي هو 400 متر حره، لانه بفضل عايمه مسافه، فلا انا كنت مرعوبه جدا. وانا اول واحده تسافر بارالمبيكس، وبقالنا كتير قوي ما فيش منتخب مصري بيسافر، فالعين علينا. ففكره ان انا اشارك وان انا دخلت وقفت على الستارت دي كانت حاجه بالنسبه لي كانت رهيبه، وكنت مرعوبه بس اتبسطت بيها جدا. حتى لو انا ما حالفنيش الحظ ان انا جبت ميداليه، بس انا كنت مبسوطه جدا، ولغايه دلوقتي انا مبسوطه بالفرصه دي، وان شاء الله باذن الله تتكرر كتير. احنا كلنا مبسوطين، بس اكيد مش عايزين نعدي التجربه كده خلاص ان انت مبسوطه، يعني اكيد في تجارب مستفاده وخبرات او اكسبيرينس استفدتيها من خلال مشاركتك. رجعتي بايه من ريو؟ يعني غير ان انت ما رجعتيش بميداليه، اكيد رجعتي بحاجه سواء معنويه او نقدر نقول خبرات زي ما انا قلتها يعني. لا استفدت كتير، استفدت كتير، لان انا شفت بقى اللعيبه على المستوى الاكبر من العالمي بيعملوا ايه، شفت طريقه دخولهم على الستارت بقى عامله ازاي، طريقه تجهيزهم للسباق ازاي، طريقه تسخينهم قبل البطوله بكام يوم بتبقى ازاي. فلا استفدت منهم كتير، ولما وبيبقى في يعني كان في جيم في القريه الاولمبيه، فبشوفهم بيتمرنوا ازاي، وبشوف بيبقى التعامل بينهم وبين المدرب ازاي، فلا استفدت منهم كتير. ولا فرقت طبعا، يعني هي فكره ان انا شاركت في اولمبيكس او بارالمبيكس دي بالنسبه لي خبره كبيره جدا يعني. طيب بعدها على طول دلوقتي ما شاء الله تاهلتي زي ما التقرير قال لطوكيو ان شاء الله اللي هتتلعب السنه الجايه. حلمي كيف طوكيو؟ انا حلمي ميداليه، وعلى فكره طوكيو دي ممكن من اصعب بطولات التاهيليه اللي في حياتي اللي انا اتاهلها. تاهلتي ليها؟ لانه انا عشان في لندن، انا عشان اتاهل لطوكيو انا رقم التاهيلي بتاعي نزلت اكتر من 28 ثانيه عن ريو. يعني انا ريو كان الرقم مثلا 6:14، فانا عشان اتاهل في طوكيو لنفس السباق 5:55، ففي فرق رهيب في الـ في الـ في الارقام، فده كان رعبني. بس الحمد لله يعني وقت ما اتاهلت كمان ما كانش في حد من فينا مصدق خالص، فكنت مرعوبه بس الحمد لله يعني. ما شاء الله. طب ما دام ما اتكلمتي عن بطوله العالم في لندن، ما شاء الله انت عامله ريكوردز كلها ارقام افريقيه جديده، يعني مركز سابع في سباق ال 100 متر، مركز سابع برضو في سباق ال 400 متر حره، وسابع ما شاء الله رقم سبعه معاكي كتير يعني، والسابع في ال 50 متر حره، وايضا ال 100 متر صدر. يعني كويس ان انت برضو بتعومي كل انواع السباحات المختلفه في السباحه، يعني مش مركزه في حاجه معينه او حاجه ثابته يعني. كان سباق ال 100 متر اصلا بريست كان اول مره انزله، او كان جديد ان انا ادخله، ما كنتش مدخلاه قبل كده، وكان من اصعب السباقات في حياتي طبعا ال 50 متر حره، لانه 50 متر حره دي تاتشات تفرق على الـ على الـ على الـ على الفينش. فانا الحمد لله عرفت ادخل ثلاث سباقات، فيعني كانت رعب بالنسبه لي كانت لندن بالنسبه لي رعب، لانه انا كنت راحه، انا المفروض قبل ما اسافر بشوف بشاير للرقم، بس انا كنت ستريسد قوي قبل ما اسافر، وان انا ازاي، وفضل لي كتير قوي على الرقم. بس الحمد لله عملت بقى اللي هو الـ التمرينات، الكابتن اتكلم معايا وان انا عملت التمرينات، وان انت كنت تمام، وكنت فيت، وكنت في فورمه، فالحمد لله نزلت وسمعت كلامه والحاجه اللي قالها لي ونفذتها الحمد لله. انت بتقولي كنت ستريسد، يعني موضوع الرقم والفروق الكبيره في الرقم ده هو اللي كان عامل لك الضغط ده، ولا ان انت خلاص عندك حلم ان انت عايزه تروحي طوكيو زي ما لعبتي في ريو؟ يعني مين فيهم اللي كان عامل لك نوع من انواع الضغط عليك؟ الاثنين جدا، لانه انا الرقم قلل بكتير، يمكن انا اللي في الفرقه كلها الرقم بتاعي قل كتير كده، فكنت مرعوبه من الموضوع ده، وانا المفروض ان انا اجيب حاجه او ابين بشاير للرقم قبل ما اسافر، ده ما كانش بيحصل. انا من النوع اللي انا مش البشاير دي ما ظهرتش عندي قبل ما اسافر لندن، فكنت مرعوبه. وطبعا فكره ان انا اسافر ريو وما اسافرش طوكيو دي كانت حاجه بالنسبه لي صعبه، فانا كان انا بالنسبه لي حلمي دلوقتي ان انا اجيب ميداليه في طوكيو يعني. طيب قبلها برضو في 2019 كان في بطولة بريطانيا اللي في جلاسكو دي في اسكتلندا صح؟ طيب البطولة دي برضو حققت فيها ما شاء الله ميدالية برونزية، وأيضا ميدالية فضية في سباق ال 100 متر صدر، يعني احكي لنا شوية عن البطولة دي واستفدت منها ايه؟ البطولة دي كان المفروض ان هي دي تأهلنا للندن، فالمفروض ان انا كان ان انا انزل اجيب الارقام، ان انا عشان ابقى مستريحه اكتر ان انا اجيب الارقام التاهيليه في جلاسكو، وان انا اجيب الرقم التاهيلي تاني في لندن. فانا ما كنت مصابه،
بس الحمد لله يعني حسنت ارقامي او ما اصح جبت ارقامي. فانا كنت خايفه جدا وانا نازله وانه لازم اتاهل ولازم عشان يبقى عندي فرصه اكبر وان انا عشان اوصل لطوكيو. فكان موضوع صعب بس اتبسطت جدا لانه كان بقالي فتره ما سافرتش بره مصر. وكان التجهيز بقى وان انا غيرت دخلت سباق جديد اللي هو 100 بريست. ففكره دخول السباق الجديد ده انا كنت مستنياه اكتر حاجه يعني. طب انت عديتي الاجابه بسرعه بتاعت حلمي كيف الاولمبياد وقلت لي ميداليه، ما حددتيش الميداليه ايه يعني عشان ناخدها وعد منك ان شاء الله، نفسك في ايه؟ والله يعني انا ما اقدرش اوعد بحاجه معينه لانه طموحك يعني والله اللي ربنا يعوزه يعني هتبقى احسن حاجه في الدنيا. بس انا اخاف اوعد بحاجه وما تحصلش، بس انا بتمنى ميداليه ان شاء الله باذن الله يعني، وده اللي شغال عليه ان شاء الله. طب شغال عليه ازاي يعني؟ بتستعدي للاولمبيكس ازاي وخصوصا ان دلوقتي كانت كل حاجه قافله وخصوصا ما فيش بولز او ما فيش حمامات سباحه تقدري تتدربي فيها، يعني الموضوع ده اثر عليكي ولا لا؟ هو اولا انا قبل ما الكورونا تيجي، قبل ما الضيف الثقيل يجي وان الدنيا تتاجل وان احنا الاولمبيكس تتاجل سنه، انا كنت جاهزه. هو انا بالنسبه لي هي فيها بوزيتيف سايد ونيجاتيف سايد. البوزيتيف بالنسبه لي ان انا دلوقتي عندي سنه ان انا اتمرن اكتر وان انا عندي وقت اكتر. النيجاتيف بالنسبه لي ان انا كنت جاهزه، انا اوريدي كنت جاهزه وكنت متمرن كل يوم صبح وبعد الظهر، باخد يوم واحد اجازه وثلاث ايام فيتنس واثنين يوجا وكنت ماشيه على نيوتريشن بلان، فانا كنت جاهزه. فكره ان انا فجاه كل ده يقف دي كانت بالنسبه لي مشكله. بس طبعا دلوقتي عندي فرصه ودلوقتي الحمد لله الدنيا ابتدت تفتح والمنتخب رجع يعني، وابتدينا ننزل واحده واحده عشان الاصابات، وان شاء الله باذن الله يعني نرجع بنفس الحمل التدريبي زي الاول. احنا الحته دي هنتكلم فيها كتير شويه، بس خلينا الاول نطلع فاصل. هنكمل اكيد حديثنا مع ايمن بطله مصر في السباحه البارالمبيه، ولكن بعد هذا الفاصل. بجد التحية حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وكل مشاهدي برنامجكم ملاعب الابطال. هكمل حديثي مع ايه ايمن بطله منتخب مصر في السباحه البارالمبيه واحد النجوم يعني النهارده. يا ايه تاني بكرر ان انا سعيد بوجودك معايا. قبل الفاصل كنت بتتكلمي ان انت عندك استعدادات كتيره جدا قبل توقف النشاط الرياضي، وكان اخر حاجه قلتيها ان انت عندك زي نظام غذائي ماشي عليه، فكويس جدا ان انت كمان تلتفتي لامور صغيره قوي زي ان يبقى عندك النيوتريشن بلان او نظام الغذائي اللي انت متعود عليه. فاحكي لنا كنت بتواظبي ازاي على الموضوع ده، وهل في نصايح بتجيلك من خلال الجهاز الفني ولا انت من نفسك بتعملي الحاجات دي يعني؟ لا، اولا انا ماشيه نظام غذائي مع دكتور ايهام صفوت. فانا كان قبل الكورونا ما تيجي او قبل ما نقعد في الحظر، فانا كنت ماشيه على نيوتريشن بلان ان انا باخد يعني ان انا مثلا بنظم بروتين مع كارب مع فاتس قليل عشان احاول انزل وزني. فكورونا جت، فطبعا ايه احنا الكورونا محتاجه كان اكل، القعده في البيت يعني اكل. فانا بصراحه قعدت كده حوالي نص شهر او شهر، نقول شهر، ان انا كنتش وقفت النيوتريشن بلان دي. وبعد كده رجعت بقى تاني من اخر اسبوع في رمضان او اخر اسبوعين في رمضان ان انا ابتديت بقى نيوتريشن بلان تاني مع دكتور ايهام، وان انا اظبط الدنيا عشان ان انا وزني ما يزيدش في القعده من القعده في البيت. طبعا الجهاز الفني برئاسه كابتن شريف حبيب وكابتن ايمن الجندي ودكتور احمد سمير، كان كل الجهاز الفني متابعني ومتابع الفرقه كلها واحنا قاعدين في البيت، ان احنا كنا بنعمل فتنس في البيت علشان الفورمه ما تقعش خالص. فاحنا كنا بنحاول نعمل تمارين في البيت، ان احنا نحاول ان احنا نعمل شويه باي، نعمل مثلا شكل الحركه بتاعه الميه على الـ على على بنش على بنش فلات، فان احنا بحيث انه الفورمه عندنا برضو يبقى عندنا شويه حاجات ما تقعش. طب شايفه ان التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق من شخص للتاني، او بمعنى صح التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتصنع بطل ولا لا؟ اكيد طبعا، فكره انه يكون في ناس بتسبورت وانه متابعينك حتى لو انت قاعد في الكوارنتين وانك قاعد في البيت ما بتعملش ما عندكش تمارين وقاعد اربع شهور في البيت او اولموست اربع شهور. فانت الفكره دي ان الناس بتسبورت دي تخلي اي لعيب في الدنيا يبقى بطل بحيث انه شايف ان في ناس بتسبورت. بس انا مش قصدي على الناس اللي بتسبورت، ان انا بقى اعمل ان انا اهتم يعني. في حد تاني ممكن يقول خلاص بقى ما لسه الاولمبيكس او البارالمبيكس اتاجلت لسنه كمان فمش مهم وزني. فالتفاصيل ان حد يبقى مهتم بتفاصيل صغيره، لا ده انا وزني زاد، الحاجات دي ممكن حد تاني يكون خلاص بيتجاهلها، فمن الاخر
ما تصنعش بطل معاه يعني. ما هو عشان كده انا بقول الناس بتسبورت، فانا لما الاقي ناس بتهتم فانا ههتم واكون عايزه اعمل حاجه عشان تفرح الناس دي، الناس دي تعبت معايا. ففكره ان انا لا يعني، انا بالنسبه لي انا بص انا ما زعلتش على الاخر لما لقيت الاولمبيكس اتاجلت، بالعكس انا عندي فرصه دلوقتي ان انا وزني، انا قدامي سنه وزني ينزل اكتر، فبتابع مع الدكتور بتاعتي اكتر ان انا اظبط حاجات اخطاء في التكنيك كانت عندي، فده كان عندي حافز وتحدي اكبر ان انا اركز وان انا خلاص مش اطنش، بالعكس انا خدت شويه فصلت شويه وان انا ريحت شويه من الاسترس، او لو وكان عندي طبعا امتحانات وكان الجامعه فكره ان الجامعه مع الـ مع مع التمرين في الاخر كان موضوع صعب، بس دلوقتي خلاص انا كده خدت بريك شهر ظبطت اموري، الثلاث شهور الباقيين اركز بقى في التمرين وفي الفتنس وفي التغذيه بتاعتي في كل حاجه. طب انت امتى هتبداي تستعدي للاولمبيكس بتاع طوكيو ان شاء الله؟ انا ابتديت من حوالي يعني من شهرين كمان، انا ابتديت ان انا اظبط النيوتريشن بلان زي ما انا قلت بتاعتي، ما بوظتش الدنيا قوي، وابتديت بقالي حوالي اسبوع في المنتخب، ابتدينا نرجع سنه يعني ان احنا ننزل منتخب ونزلت الفيتنس يعني. طيب تعالي بقى نتكلم شويه اسئله كده تخلي الناس تبي عارفاكي اكتر، وممكن تبي ايدل او مثال فعلا اعلى لناس كثيره جدا، ممكن ابقى انا في مقدمتهم يعني. ميرسي جدا، تمام. طيب انت لما دخلتي في السباحه يعني مين مثلك الاعلى في السباحه او بتحبي مين بشكل شخصي يعني؟ بص في السباحه يمكن انا ماليش مثل اعلى ثابت يعني، انا بره مصر اللعيبه اللي بيلعبوا معايا، انا بقى في لعيبه اوكرانيه بحب طريقتها في الحره جدا، وفي لعيبه تانية في انجلترا بحب طريقتها في البريست ستروك قوي، فمفيش لعيب محدد. اما عامه انا امي يعني، امي دي اهم حاجه، فكره انه هي بتسبورت وقت ما مصاب يعني، انا بتصاب يعني، يمكن انا لما بتصاب المفروض ان انا بحبط، لا خالص خالص، بروح اعمل العلاج الطبيعي بتاعي وبنزل التمرين وبتديني بوش رهيبه. ربنا يخليها لك يعني، ربنا يخليك. وبابايا لما جت معاكي النهارده ولا لا؟ ماما معايا. وبابايا لما بننزل بنروح الفتنس مع بعض، اخويا لما بتحصل اي مشكله بلاقي اخويا حلها لي في ثانيه، فدول اهم حاجه. لكن كلعيب سباحه ثابت مفيش بصراحه. بتمنى في يوم من الايام ان انا اكون ايدل للناس يعني ان شاء الله. طيب نتكلم عن واحد دراسيه، ناس كثيره جدا ممكن تقول لا الدراسه ايه وهتعطل. انت ازاي مواظبه؟ انا شايفك ما شاء الله ايوسين يعني طالبه في الجامعه الامريكيه في كليه التجاره انجليش، فبتواظبي ازاي ما بين دراستك وما بين تمارينك والحياه الدراسيه بشكل عام يعني؟ زمايلك في الجامعه بيتعاملوا معاك ازاي؟ وهل فعلا بيدوكي ايضا السبورت وفخورين بانجازاتك ولا لا؟ بص هو تنظيم الوقت، انا مامتي بتساعدني في تنظيم الوقت، لانه في اوقات انا بتزنق فيها الامتحانات، احنا عندنا مشكله ان احنا لما يكون مثلا كورس فيه ريسيرش فبيبقى الموضوع صعب والديدلاينز، لازم ان انا اوفي بالديدلاينز بتاعتي، فماما بتساعدني في تنظيم الوقت. اما صحابي الانتيم دول اكبر سبورت ليا في الدنيا يعني، هم لما بكون مثلا في بطوله او بيكلموني وانا هناك، بيكلموني فيديو كول قبل السبق وبعد السبق، لما اكون مثلا متضايقه او اكون متوتره من البطوله او متوتره من حاجه فبيكلموني فيديو كول، وان احنا بنقعد يمكن عشان ما بننزلش نخرج كتير لظروف تمريني، فلا بيسبورت والجامعه بتسبورت جدا طبعا، وقت ما بنزل بطولات الجامعه ووقت ما بسافر بره عامه بلاقي سبورت جامد قوي. طيب بالنسبه لمنتخب السباحه سيدات المصري اللي هم الاولمبيكس، عندك برضو اصحاب قدرتي تكوني منهم اي صداقه، وفي حد برضو بيوجه لك اي نصايح ولا لا؟ لو بره مصر طبعا كل اللعيبه اصحابي، يعني انا بحبهم كلهم لان كلهم مثل الاعلى، لان كل واحده فيهم. زي مين؟ قولي لي اسم يعني. انت بص هو في واحده اسمها انوشكا، دي من اوكرانيا. لا لو مصر، لا من مصر ما فيش لعيبه كتير في المنتخب. ما فيش سيدات كتير في المنتخب. يعني احنا اتنين بس في المنتخب سيدات والباقي رجال. طيب غير السباحه ما شاء الله برضو شايف ان انت عندك انشطه مختلفه كتيره جدا غير الرياضه، يعني انت المتحدثه الرسميه بمؤسسه الشباب لذوي الاحتياجات الخاصه، وبتقدمي كمان المناسبات يعني. ماشيه في اتجاهات كتيره جدا، فاحكي لنا عن الانشطه المختلفه دي، فرقت معاكي في ايه وبالنسبه لك بتمثل لك ايه يعني؟ انا يمكن عشان انا بحب من النوع اللي بحب الايفنتس وبحب السبيكنج ودي حاجات، وبحب الماركتنج، انا في حاجه يعني انا في ماركتنج في الجامعه، ففكره ان انا اقدم ايفنتس فيها وزير الشباب والرياضه تبع
تبع الكلوب ده. فبالنسبه لي بحس ان دكتور اشرف صبحي يعني دكتور اشرف صبحي بالظبط كده، فبحس بسبورت كبير، وانه دي حاجه حافز ان انا بشوف الوزير كل شويه ان انا بيديني الدافع بقى وبوش ان انا اكمل يعني. طيب، وبرضو انت في لجنه اسمها لجنه المبدعون لمتحدي الاعاقه، بس دي بقى تبع منظمه الامم المتحده، يعني مشاركتك على الصعيد الدولي في حاجات زي كده، ان انتوا اكيد بتعملوا ايفنتس برضو، احكي لي يعني، خلي الساده المشاهدين يعرفوا ايضا ان ممكن حد فعلا يكون عنده اي، مش عايز اقول كلمه اعاقه، بس ظروف خاصه، بس رغم كده بيواجه كل التحديات وما شاء الله بيبقى ناجح فيها كلها. يعني احكي لي شويه عن القصه دي، لجنه متحدي الاعاقه تبع منظمة الأمم المتحدة. أنا من النوع اللي بحب الأرتس جدا، الفنون جدا، فهو لجنة مبدعون كلموني إن أنا أقدم الإيفنت بتاعهم، وده كان فيه عرض أزياء وناس بتمثل وناس بتقدم استعراضات، فكانت حاجة رهيبة إن أنا أبقى متحدث رسمي ليهم وإنه أنا أقدم إيفنت من الإيفنتس دي، خصوصا إن أنا بحب الأرتس يعني. طيب، انا في احد الحلقات كان معايا احد الضيوف كان بيقول ان دايما السيدات في مصر عندهم عقليه ان خلاص البنت ممكن بعد فتره معينه تبطل ممارستها للرياضه، هل انت مع الكلام ده ولا شايفه ان لا عادي، ان البنت ممكن رغم ظروف الحياه بقى، سواء زواج او ارتباط او بقى عندها اولاد فيما بعد، هل ناويه ان انت تفضلي في مجال الرياضه ولا ممكن يجي وقت وتتوقفي عن ممارسه الرياضه؟ بص، هو فكرة ان انا اتوقف عن ممارسة الرياضة دلوقتي مش في دماغي خالص خالص. هو الطبيعي ان لو في يعني سيدات تاخد فترة اجازة، ان هي لو هتتجوز هتجيب بيبي، فده الطبيعي، بس انا مع انه حتى لو وقفت لا ترجع تكمل تاني، لان في بطلات كتير قوي في العاب كتير جدا بيوقفوا فترة وبعد كده بيرجعوا تاني، فانا بالنسبة لي الفكرة دي مش في دماغي دلوقتي خالص يعني. طيب، اخيرا بما انك سبيكر بقى وبتقدمي ايفنتس، عايزك انت توجهي لكل اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي، تبصي للكاميرا بتاعتك ويعني توجه لهم رساله بجد عن النجاح، وقد ايه الواحد ممكن فعلا بالاراده ان هو يوصل لكل اللي هو عايزه. طيب هنا بصي، خليكي معايا انا. ايوه قدامك هنا اهي. اوكي، ايوه هي دي. ماشي. اولا هي اول حاجه انا عايزه اقولها، هي الحياه هنعيشها مره واحده، يعني نعيشها صح ونحقق كل اللي نفسنا فيه ونوصل لانجازات غيرنا ما وصلوهاش، يا اما بلاش. ففكره انك احلم حتى لو لقيت صعوبات، ناس كتير قوي بتلاقي صعوبات ويمكن اصعب من ظروفك، بس بيكملوا بيتحدوا نفسهم. اهم حاجه انك تبقى ناجح، اهم حاجه تبقى مبسوط وراضي عن اللي انت وصلت له، اهم حاجه ان بلدك واهلك يكون فخورين بيك، وانك في الاخر بعد ما تخش اوضتك وتقعد كده مع نفسك، لا انا فخور وراضي ومبسوط باللي انا عملته. ده وقتها هيعرفك وهيخليك عارف السبب اللي انت عايش عشانه، لان وقتها بس هتعرف انت مين. وانا كمان فخور بيكي وبضم صوتي لصوتك، واتشرفت جدا بوجودك النهارده. ميرسي جدا ليك. وكده يعني بشكر حضراتكم مشاهدينا مشاهدي ملاعب الابطال وايضا اون تايم سبورتس، بنتهي حلقتنا النهارده مع بطلتنا في السباحه البارالمبيه ايه ايمن. بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله لقاء يتجدد، ولكن مع زميلتي العزيزه مريهان عمرو، نشوفكم على الف خير.